السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم ضمن منافسات هذا السباق المحلي الثاني على الهواء مباشرة في يوم اللقايا، وبدأنا نتقدم شيئا فشيئا بعد مرحلة الحقائق في اليومين الماضيين. نصل في هذا اليوم ويوم الغد لسن اللقاية ومسافة 4 كيلومترات، وبدأت الرؤية تتضح للمتنافسين. عمر هذه الهجرة المشاركة يعد في السنة الثانية بعد سن الحقائق، هيا تدخل سن اللقاية. هكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق أول أشواط الصباح، بل أقواها على الإطلاق. هذا هو الشوط الأول الرئيسي للقاية البكار، يتصدر 30 شوط المقامة في صباح هذا اليوم. أشواط مشكورة اللجنة المنظمة لسباقات الهجن على إقامة 30 شوط لإتاحة الفرصة لملاك الهجن، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للفوز بالجوائز النقدية، حيث تقام هذه السباقات بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة والدعم السخي والدعم اللامحدود من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. مشاهدينا الأعزاء، هذا الشوط الأول الرئيسي، 30 شوط اليوم، نتمنى التوفيق للكل. مقدمة الشوط أذكر بالمسافات، هي 4 كيلومترات مسافة كافية مع بداية هذا الموسم. 35 بكرة حاضرة متواجدة في أقوى أشواط اللقاية. مقدمة الشوط الواعية لحمد بن جابر بن علي البريدي على مقدمة الشوط على المركز الأول، تنطلق الواعية بالمركز الأول، ناخذ المركز الثاني، دنانير، ولا يوجد أغلى من الدنانير، أغلى شيء الدنانير، كل العالم المشاركة تبحث عن الدنانير. هذا الاسم الغاوي، هذا الاسم المميز، هذا الاسم الجميل اليوم. الله يوفقك يا راعي دنانير، تاخذ دنانير الشوط اليوم وجائزته ان شاء الله. هذه على المركز الثاني دنانير، ناصر بن فيصل بن جبر الرمزاني النعيمي يقدم دنانير على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت كرارة لراشد بن سعيد بن محمد الجربوعي. راشد بن سعيد بن محمد الجربوعي اللي غير الى المركز الأول في هذه اللحظات، هل هذا شعار الفسل؟ الله أعلم. عموما يبدو بأنه شعار الفسل بوسحيم اللي تقدم وخطف المقدمة. المركز الخامس اللي تقدمت مباشرة إلى الثاني، شوف يا أبو سعيد المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات سمحة، سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين، هذا الشعار الذي سيطر في السباق المحلي الماضي على رئيسي الجداع الأشواط المفتوحة، تميز في السباق المحلي الأول. الله يوفقك يا أبو حمد، يوفق كل المشاركين. المركز الثالث تغيرت الأمور، تغيرت الأمور يا أبو بخيت، كدرية وصلت، الكدرية لمحمد بن بخيت بن برقان بن مقارح خطفت المركز الثالث مع المضمر الصارم من انتزع شوط القعدان للشيوخ في يوم الأمس. حاضر هذا المضمر بكل قوة، حاضر بكل قوة هذا الشعار المميز. عموما المركز الرابع تقدمت غزل كردي بن جاسم بن كردي منخس، على المركز الرابع شعار بن طحنون يتسلل من الجانب الآخر، وهنا أيضا شعار شقرة راه يتسلل، مرحبا بهذا الشعار على ظهر صدى محمد بن طحنون بن جابر بن جبران. طمنا على شقرة يا أخوي، طمنا على شقرة راعية الرمز في العام الماضي. عموما حصل دخول على المركز الخامس، وصل التاريخ ناصر بن علي بن حمد البريدي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى مع تغييرات مستمرة على الصدارة، ولكن نعود إلى شعار بن سالمين، إلى شعار بن سالمين اللي على المركز الأول. لمسات أبو علي بسفر السناري حاضر اليوم، حاضر في التضمير أبو علي أحد الشباب البارزين المميزين. الله
سمحة 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 سمحة. سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين مع المركز الأول، سمح الله دروبش يا سمحة، هذه سمحة مع المركز الأول. بينما المركز الثاني الواعية لحمد بن جابر، أو المركز الثاني عند بوسحيم عند مسلد بن سعيد الفسل. كرارة، هي كرارة بالفعل، كرارة سلالة كرار، هذه السلالة الغنية عن التعريف، هذه سلالة الرموز بالفعل، هذه السلالة اللي تسبب الربكة لدى المشاركين عندما يسمعون اسم كرارة وكرارة. بالفعل نظرا لقوة ولشراسة هذه السلالة العريقة. عموما كرار متواجد في محمية أم الزبار، هناك في هذه المحمية العريقة الكيلو متر الأخير. نشوف المركز الثالث من هاملة يصل على ما يبدو من خلال الشعار، من خلال الشعار الإمبراطورة راشد بن مبارك بن زايد مطوع الخيارين. على المركز الثالث، المركز الرابع عند الصارم، المركز الخامس يا أبو بخيت، الأرقام محجوبة يا أبو بخيت، ساعدني يا أبو بخيت. خيرة وصلت، خيرة وصلت، خيرة لحمد بن مبارك الضعيف. العودة إلى مقدمة الشوط، يلا يلا يلا. أما سبوق تسبق الشوط، لا ضاق ولا بلاش من التعب والخسارة. يلا يا مضمرين، وين اللي تسبق الشوط لا ضاق؟ هذه موجودة مع بن سالمين، ولكن كرارة 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 وسمحة، كرارة وسمحة. سمحة بن سالمين كما فعل في يوم اللقاية، كما فعل في يوم الجداع في السباق المحلي الأول. سالم بن حمد بن سالمين يقدم سمحة الإنجازات، هذا الاسم التاريخي، سمحة هذا الاسم التراثي. توفق سالم بن حمد بن سالمين مع سمحة في الشوط المفتوح. أشكرك يا أبو علي مسفر السناري على هذه المواصيل التي وصلت إليها سمحة. سمحة تنتزع الشوط المفتوح انتزاعا، تغرد بهذا الشوط خارج السرب. سلام يا سمحة، سلام سلام يا سمحة، سلام. الشوط المفتوح، أقوى أشواط اللقاية لأبو حمد مع سالم بن حمد بن سالمين. سلام يا سالم، سلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. تهانينا أيضا لجار الله بن حمد بن سالمين، لعبيد بن حمد بن سالمين، لسعيد ولمحمد بن حمد بن سالمين. تهانينا لهم جميعا على هذا الفوز المستحق، وتهانينا لمسفر بن علي السناري، تهانينا على انتزاع الشوط المفتوح. المركز الثاني، المركز الثاني كرارة، راشد بن سعيد بن محمد الجربوعي بنت كرار احتلت المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت خيرة لحمد بن مبارك بالضعيف النابت. المركز الرابع، المركز الرابع كم؟ كدرية لمحمد بن بخيت بن برقان. المركز الخامس الإمبراطورة، الإمبراطورة لراشد بن مبارك بن زايد الخيارين. تهانينا وناموس سمحة تصل قاطعة المسافة الشوط في 6 دقائق 16 ثانية 78 جزء من الثانية. تهاني والناموس لمالك سمحة سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين. تهانينا يا سالم على هذا الفوز المستحق، وهنيك اليوم يوم ناموس، يوم ناموس شوط رئيسي وموسم موفق لهذا الشعار حقيقة. نتمنى لك إن شاء الله التوفيق. المركز الثاني وصلت فيه كرارة، قطعت المسافة في 6 دقائق 20 ثانية 30 جزء من الثانية. تهاني والناموس لمالك كرارة. تهانينا للفسل راشد بن سعيد بن محمد الجربوعي، وتهانينا لمسند بن سعيد المري. تهانينا أبو سحيم. المركز الثالث اللي وصلت المركز الثالث خيرة، قطعت المسافة في 6 دقائق 20 ثانية 74 جزء من الثانية. فاجأتنا حقيقة خيرة في الأمتار الأخيرة، وعسى في الأمر خيرة يا بالضعيف. تهانينا لحمد بن مبارك بالضعيف النابت. تهانينا